السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابي حبيباتي كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نجد معكم واحد الوصفة اللي هي الحوطة في الفران. غادي نشارك معكم طريقة ديالتي كيفاش كندير ليها، طريقة من الطرق، هي بزاف ديال الطرق كاينين، ولكن غادي نشارك معكم اليوم الحوطة اللي هاد الماركة ديال الحوت سميتها الفار. كل واحد باش نو تيسميها عندها بزاف ديال السميات صراحه. غادي نحتاجو البصله، البطاطا، ومطيشه هكا شرائح، فلفله حلوه حمراء وخضره، وطرونش ديال الحامض، والفلفله الحاره ما نساوهاش. هادشي فقط اللي غادي نحتاجو. انا ما غاديش ندير فيها الجزر، وهاد الخضره هادي راه ما طيباش. غادي نبدا على بركه الله، غادي نبدا في الشرموله اللي غادي نحتاج فيها التحميره، الهريسه، شويه البزار، الكمون، الخرقوم، الملح، والمكعب ديال الثوم. انا ما غاديش ندير فيها الثوم طري، غندير فيها هذا المكعب. وغنحتاج صلصه المحار والحامض، وشويه ديال الزعتر من طبيعه الحال، والصوجة. غادي نفرتت المكعب ديال الثوم او الثوم غبرة، وغادي نزيد التوابل، غادي نزيد صلصة الصوجة، وصلصة المحار اللي صراحة كتواتى بزاف مع الحوت، وكتواتى ليا مع الدجاج. الدجاج اللي بغيت نطيبه في الفران هو كندير ليه هاد الصلصه، هو من الاسرار اللي كتخلي الدجاج محمر بزاف ومذهب، ولوكو خلاص ما نهضروش عليه، راه لوكو كيجي يا سلام، سواء بالنسبه للحوت او بالنسبه للدجاج. وهنا كنديروا عصير الحامض او حامضه معصوره، وشويه ديال الاعشاب المنسمه. هاد القرعه هادي فيها الزعتر وزعتره وورقه موسى، كلهم طحونين. كنخلطهم مزيان، وكنحاول نشرمل بهم الحوته ديالي. كنحاول نشرمل من الداخل ومن برا. يمكن لكم تعمروها بالروز، يمكن لكم تعمروها بالفيرميسيل. انا اكتفيت انني نشرملها ونحط معها الخضر فقط، يعني راه اسهل طريقه ديال الحوطه في الفران هي هذه، يعني مشرمله مع الخضر ديالها. كنزيد شويه ديال الماء على ديك الشرموله اللي بقات ليا في قاع ديال الزلافه، غادي نحتاجها باش نسقي بها من الفوق. لطات الزاج ديالي ها هي، غادي نستف فيها، غادي نستف فيها البصله. كنحاول نقرب لكم باش الصوره تجيكم واضحه، الكاميرا ما كتشدش كلشي، ولكن كنظن راه باين. كندير البصله وكندير مطيشه حتى هي من التحت باش كتطلق الماء، وعاد كندير البطاطا. البطاطا راه ما طايباش، كاين اللي كيسلقها السليق هي او الجزر، انا كنحاول ما كنطيب حتى شي حاجه نصطيبه، كيطيب كلشي في خطره واحده، وهكا تنربح حتى الوقت. من بعد كنزوق بالفلفله حلوه، غادي نحتاج شويه غادي نسوق به من الفوق، ما غاديش ندير كلشي من طبيعه الحال. وغادي نسقي ديك الخضره بداك الشيء اللي بقى ليا في الشرموله، وزدت عليه شويه الماء. صافي غادي نهز الحوطه نحطها فوق الخضره ونزوق عاوتاني من الفوق. نسيت ما فلحتهاش باش تدخل هذيك العطريه، هاني دابا فلحتها. دخلت لي هذيك شويه العطريه اللي شاطت ليا، وكنعاود نزوق بالبصله
اللي شط ليا تقريبا قياس بصلة واحدة كبيرة أو جوج بصلات متوسطين. كندير مطيشة من الجناب. أنا اعتمدت هنا على شرائح طماطم فقط، ما درتش لاصوص طوماط، هذيك طريقة أخرى. كنحاول نحل داك شنان في البصلة وكنرميهم من الفوق، كيجيو محمرين كيتحمروا مع الحوطة. وكنزوق داكشي اللي بقى ليا في الفلفله حلوه. داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب كل مره كتبدع وكتبتكر من عندها. انا الطريقه اللي درت هي سهله جدا، ما فيها لا زواق لا والو، يعني ما صعبتش. هذه راه درتها بسرعه بسرعه بسرعه، يعني درتها في اخر لحظه وكطيب دغيا من طبيعه الحال، حيت الورق سلفوريزي ورق المطبخ اللي كندير ليها وكنزيد عليها بابي الومنيوم هو اللي غادي يسرع الطهي ديالها. داك بابي الومنيوم هو صراحه اللي كيوزع الحراره وكيسهل المأمورية ديال الطبخ. من بعد ما قديتها في الصينيه كنزيد عليها شويه زيت الزيتون من الفوق، وكنحك عليها شويه الزعتر من الفوق باش كيتنسم مزيان وكيعطي الريحه ديالو في الحوت. نحكو بين يدي ونرمي فوق من الحوت او فوق الحوطه. راه الطريقه ديروها للسر ديال ديروها لاي طريقه ديال الحوت، اي طريقه، اي ماركه ديال الحوت، اي ماركه ديال الحوت تقدروا ديروا ليها الطريقه هذه. ان شاء الله غادي نشارك معكم في فيديو اخر، ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه ديال الحوطه معمره بطريقه اخرى وبشرموله جديده. غادي ندير هذا البابي سلفيغيزي. كنحاول نجمع من الجناب، هو راه كيجي صعيب يتجمع ولكن كنحاول، كنضغط عليه من الجناب. عاد كندير بابي الومنيوم، كنحاول نزير من الجناب باش ما نخليش الهواء منين يدخل. هكا راه ما غاديش تحرق الحوته ديالي، بالعكس الحوت كيطلق الماء، وهذا الشيء كنعرفوه مزيان بلي الحوت كيطلق الماء وكيعرق، كيرجع ليه ديك الحراره، وكطيب الخضره والحوت في داك الماء. ومن بعد ما يتحمر في الفران ما يطيب عفوا، عاد غادي نحيدو دوك لي بابي باش يكمل الطياب ديالو ويتحمر وينشف شي شويه من المرق. هكا غنكون جمعت البلاطة ديالي، غادي ندخلها للفران، والفران ديجا سخنتو على درجة الحرارة 200، وكل واحد وطريقة الفران ديالو. ومن بعد غادي ندوز ندير البقولة أو الخبيزة على مين يطيب ليا الحوت باش نرافقو مع الحوت. كيف كتعرفوا دابا وقت الوقيته ديال البقولة، غادي نحتاجو في البقولة ديالي غادي نحتاج فيها واحد مطيشة محكوكة وشوية ديال المعدنوس. أنا عندي كونجلي تقريبا في العطرية، غادي نحتاج الهريسة، الملح، هي شوية ديال الملح، ما غاديش ندير بزاف حيت غادي ندير فيها المصير، داكشي علاش. وتحميرة، الخرقوم، سكنجبير، الكمون، ودريس التومة صاين. الكمون كيجي كيتواتى مع البقولة. وهنايا غادي نحتاجو هاد المصير هذا، وهذا غادي نزوق به. والزيتون غنحاول ما امكن عفوا نحيد منه العلفة، غادي نحيد منه العلفة كاملة باش يبقى هكاك خاوي. الزيتون بلدي او الزيتون مسلالة. Thank you.
هنا على بركة الله غادي نحتاجو الطنجرة، غادي نديرو شوية زيت الزيتون، وغادي نرمي الخبيزة ديالي أو البقولة. تحاول تقرضوها مزيان، قرضتها أنا غير بالموس بالسكين، يعني ما درتهاش في الهشوار. هذه ما طحنتها ما قطعتهاش مزيان، غادي نحاول نعاود نقطع مزيان، يعريش كيبقى غليظ ما كيعجبنيش، خصو يتقطع مزيان باش يجي دايب وطيب. من بعد كنزيد عليه المعدنوس وديك مطيشه محكوكه، ديك مطيشه راه كتكون اختيار يا البنات، كاين اللي ما كيديرهاش، انا كنديرها كتعجبني في الخبيزه، وكندير العطريه ديالي كامله وشويه من داك المصير اللي مقطع، ماشي هذاك اللي ترونش، هذاك ترونش غادي نزوق به، غير هذاك اللي طحنته مع البابا ديالو، وغادي نحاول نخلط العناصر حتى يتجانسوا مزيان، ودخل ديك العطريه وديك لاصوص طوماطه تدخل ليا في البقوله، وغادي نقص عليها العافيه مزيان 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 البنات. كيف كتشوفوا على نار مهيله جدا، او على شميعة كيف كتقولوا، غنحاول نغطيها ونخليها تطيب على مهل بما يطيب لي الحوت، ونجد لي سلطات اخرين اللي باقيين. مره كنطلع ليها لا تحرق، كنشوفها هي بحال بدات كتطلق الماء ديالها، وكنقلب. وعاد كنزيد داك الزيتون مسلاله كيطيب معاها، اللي فايت لي غسلته من ديك الملوحه، وهكا غتكون الخبيزه ديالتي او البقوله واجده. من بعد ما طاب الحوت ونشف من داك المرق، يعني بقى فيه شويه ديال لاصوص، هكا قدمت الطبيله ديالي. الحوت راه محيده ليه الجلده من عند مول الحوت، الخضره طايبه والمريقه واقفه، يعني جا واحد المذاق ما نقول لكمش. درت واحد شويه ديال لاصالات ماروكين، الخبيزه ديالتي ها هي زوقتها بطرنش الحامض، و صراحه كتجي روعه روعه روعه. وهنايا التكتوكه غادي نحاول نشاركها معكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. رافقتها بهاد السلطه المغربيه، حتى هو كيفاش كيجي بيض وزوين ولذيذ البنات. هكا كانت الطبيله ديال الغدا ديال اليوم اللي شاركت معكم البنات، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.